الحياة فهم. الحياة فهم. زهرة الحياة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب العزة يقول وذكرهم بأيام الله. فذكرى غزوة بدر ونزول القرآن هي من أعظم أيام الله تبارك وتعالى التي تتجدد في كل مناسبة في كل عام، والتي يقع يعني إحياء هذه الغزوة وما لفها من ظروف ومن مناسبات وما حفت به كذلك من مميزات ومن اختصاصات جعلتها تتجدد في الذاكرة وتحيي كثيرا من المبادئ الأساسية لهذا الدين الحنيف. غزوة بدر الكبرى هي منعرج هام جدا في تاريخ الإسلام، ذلك لأن أول انتصار وقع على المشركين واستعاد فيه المسلمون في ذلك الوقت بمعية النبي صلى الله عليه وسلم، استعادوا يعني نفحاتهم، استعادوا منها عزهم، استعادوا كرامتهم عندما انتصروا ونصرهم الله تبارك وتعالى. وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، ونعلم أن عدد المسلمين كان عدد قليل نحو 313 تقريبا يعني، وعدد المشركين نحو 1000، ولكن هذه القلة هي التي انتصرت. هم خرجوا، لم يخرجوا للقتال في الواقع، وإنما خرجوا ليستعيدوا أموالهم التي سلبت منهم، لكن الله شاء أن يكون القتال، وهو منها هذاك إحدى الطائفتين يعني ذات الشوكة هي التي أرادها الله تبارك وتعالى، وهو القتال، ذلك ليعز المسلمين وليرفع من معنوياتهم. فكان النصر حليفهم، والنصر مع نزول القرآن، بمعنى هذا شرف كبير للأمة الإسلامية منها عبر التاريخ، فإنهم عندما يستعيدون هذه الذكرى مع ذكرى القرآن فهناك بمعنى تكامل عظيم. يعني غزوة بدر الكبرى يعني تؤسس للدنيا، تؤسس لنظام الحكم الجديد منها في المدينة المنورة، الذي يقوم على التراحم ويقوم على التسامح ويقوم على التحاور. النبي صلى الله عليه وسلم ملاحظة يعني في هذه الغزوة لم يأخذ من القرار بمعنى القتال أو القرار إلا بعد أن تشاور يعني مع المهاجرين ومع الأنصار، مع قادة المهاجرين وقادة الأنصار يعني. ولذلك إنها غزوة معناها مباركة، باركها الرحمن. وكذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم قام بها وهيأ لها منها في وقت قصير، وكان النصر حليف المؤمنين. وإن شاء الله بمعنى نأخذ دروس، نأخذ عبر من هذه الغزوة، وينبغي لشبابنا أن يقرأ عن هذه الغزوة، أن يطالع، أن يتدبر هذه الواقعة، وأن يستفيد منها. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحياة فهم. الحياة فهم. زهرة الحياة.